راح أضيف شريحة جديدة. راح أختار فيها صورة. ظهرت لي الصورة اللي أنا اخترتها. بس بتحكم بحجمها وبصغرها. ذكرت حجم الصورة، راح أخلي لها ظل. مثال الوضوح، وضوح الظل اخترته. طبعا ظاهر هني نشوف عندنا غير الأفكس، عندنا اللينك. أقدر إني أجيب لينك مثلا من أختار هني، من جوجل مثلا، راح أكتب مثلا سؤال، عرض للنتائج السؤال. راح أسوي كوبي، هذا البروجكت مالي، بيست، اخترت أنا لينك. فلاحظ هذا عندي من الأشياء، راح أكتب هني، نحط مثلا النقاط مثلا المطلوبة. مثال بنسقها، اختار لها لون، عندي طبعا عندي لون الباك جراوند، عندي التكست كالر، اختار جراي والتكست. مثال جرين، بحط دوتد نقط، حجمها طبعا. الحين أنا عندي هذا object 2 بالشريحة الثانية. الحين راح انتقل حق الشريحة الأولى. نشوف الأمر animate this object شنو هو؟ هو هني يتكلم عن شنو، اني شلون ادخل الشرايح. ان شاء الله الحين راح اشرح شلون دخول الشرايح او دخول العناصر اللي بالشريحة نفسها.